الموضوع الذي يعزز مكانة هذا المنتدى باعتباره فضاء للحوار والتلاقح والنقاش في ثلاث اتجاهات: شمال جنوب، جنوب جنوب، غرب شرق. فضاء للحوار جعله أحد المعالم البارزة في عالم اليوم ثقافياً وإعلامياً وسياسياً، علامة من علامات الحوار المنتج لفهم متجدد للواقع، وفرصة سنوية سانحة للتعاطي مع إشكالات عالمنا المعاصر والتفاعل مع تحدياته وقضاياه. ينعقد هذا المنتدى في ظرفية حرجة تمر بها المنطقة العربية ككل، وتمر بها القارة الإفريقية. وأنا قبل يومين عممت أسبوعية البريطانية دي إيكونوميست تقريراً عن تطور العنف والإرهاب في القارة الإفريقية فقط في الست سنوات الأخيرة أو الخمس سنوات الأخيرة، من 2009 إلى 2014 والستة الأشهر الأولى من سنة 2015. وكانت الحصيلة أن ضحايا التفجيرات والتطرف والإرهاب انتقل من حوالي 2000 قتيل إلى حوالي 14,000 في سنة 2014، وفقط إلى غاية 11 يوليوز 2015 أزيد من 11,000، وذلك في حوالي 10 دول إفريقية. وأنا هنا لا أتحدث عن الدول الشرق الأوسط أو ما يقع في الخليج، بل الدول الإفريقية، سواء في شمال إفريقيا أو في القرن الإفريقي أو في غرب وسط إفريقيا. هي وضعية حرجة ومقلقة، وتطرح أسئلة كبيرة علينا، على نخب هذه المنطقة، على النخب الإفريقية، على النخب العربية وعلى الإنسانية. ذلك أن تيارات التجزئة تتقدم، ومعها تتقدم تيارات التطرف وضرب الهوية الوطنية والوحدة وزعزعة الاستقرار، وما يرافق ذلك من انتشار للعنف ورفض الاختلاف. واجتماعنا اليوم هو محطة لمعالجة هذه الأسئلة والوقوف عن الأسباب التي أدت إلى هذا التنامي وإلى هذا التقدم. إن العالم اليوم يعرف أيضاً ثورة تكنولوجية تشكل إطاراً حاضناً لهيمنة التفكيك والتفتيت وضرب السيادات الوطنية ومقومات الدولة الحديثة. وفي خضم ذلك نشهد وللأسف الشديد تنامي حروب أهلية. لعل المنطقة العربية تعرف لوحدها ما لا يقل عن 6 حروب أهلية، دون الحديث عن الأزمات المستفحلة. وهو الشيء الذي نلحظه أيضاً في عدد من الدول الإفريقية، كما نشهد مخاطره في أمريكا اللاتينية. بمعنى إن الإنسان على أعتاب مرحلة جديدة تذكر بما شهده العالم في أواخر القرن التاسع عشر، بل يمكن القول أن الوضع أصعب من ذلك، حيث كانت الشعوب آنذاك موحدة على الأقل في وعيها الوطني في مواجهة هذه التحديات، وهي اليوم مستلبة وتعيش حالة اغتراب في ظل حالة الاحتقار للثقافات الوطنية واللغات الوطنية، بل وجعل العالم تحت رحمة الاحتكارات العالمية الكبرى في ظل نظام عالمي غايته إعادة إنتاج نموذج اقتصادي مستنزف للثروات البشرية
معاد للبيئة ومضعف لمناعة الشعوب، بما يجعل من الدول النامية حطباً يضحى بها لضمان الاستدامة المؤقتة لهذا النموذج. في ظل هذه الوضعية يقدم المغرب نموذجاً ونقطة مضيئة، نقطة مضيئة في كيفية التعاطي مع هذه التحديات، بالاستناد على رؤية ملكية استباقية يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبانخراط القوى السياسية الوطنية وبدعم من قوى المجتمع المدني، بما جعل من هذا النموذج محط إشادة في العالم، نموذج قادر على أن يكون عامل استقرار في المنطقة، عاملاً منتجاً لعناصر الوحدة والأمن، ليس فقط داخل ترابه بل ومشعاً في جواره. وهو النموذج الذي أصبح الآن مصدر استلهام لعدد من الدول، وأذكر هنا الرؤية الملكية الطموحة لمعالجة إشكالية من الإشكاليات الصعبة في القارة الإفريقية، وهي إشكالية الهجرة، بمقاربة إنسانية شمولية أثمرت إشادة دولية، وهي التجربة الوحيدة في العالم في دول الجنوب وخاصة على مستوى إفريقيا. وأيضاً كان من نتائجها ما شهدناه وما نشهده من إصلاح عميق وشمولي للحقل الديني، والذي أصبح الآن مصدر تطلع لعدد من الشعوب الإفريقية، أثمر في شهر رمضان المبارك إطلاق جلالة الملك أمير المؤمنين مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا النموذج وما أنتجه هو نموذج إصلاح دائم لا يتوقف، قائم على الإنصات، قائم على الجرأة والحسم وعدم التردد والتطلع إلى بناء المستقبل بالاستناد على التاريخ. إنه نموذج النفس الطويل ووضوح الرؤية والتدرج في الإصلاح، وهذا ما نسعى إلى أن يكون هذا المنتدى إطاراً لمناقشته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.